إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم أنوار. أنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، والذي يلتقيكم كل أسبوع لينقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. في هذه الحلقة، الجامعة تحتفل بالعيد الوطني 47 المجيد. مجلس الجامعة يعتمد طرح ماجستير للسياحة والهندسة المعمارية. دراسة في الجامعة حول تأثير المبيدات للإصابة بمرض السرطان. معكم في الإعداد مروى بنت حمد أنبو سعيدية، ترافقكم في التقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج منى بنت سالم المسلمية. نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معكم بمجموعة من الأخبار. تحت شعار جامعتك تحتفل، احتفلت الجامعة بالعيد الوطني 47 المجيد. بدأ الاحتفال عند ساحة برج الساعة بحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، ومشاركة عدد من الموظفين والأكاديميين والطلبة. وقدمت الجماعات الطلابية عددا من الفقرات، منها عزف للموسيقى وعرض للفروسية إلى جانب الفنون التشكيلية، تعبيرا عن حبهم للوطن والقائد المفدى. وافق مجلس الجامعة خلال اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2017-2018 على طرح برنامج الماجستير في السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وبرنامج الماجستير في الهندسة المعمارية بكلية الهندسة. كما وافق المجلس على ابتعاث عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعي لاستكمال برنامج الزمالة في التخصص الدقيق، واعتمد أيضا مقترح إنشاء مركز للبحوث الطبية بالجامعة. ضمن سعي الجامعة لتوفير برامج التدريب للمجتمع، قام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع مركز التوجيه الوظيفي بتوفير 50 مقعداً للتدريب في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي، وذلك للباحثين عن عمل من خريجي الجامعة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا الدكتور زهران بن سالم السلطي، مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. دكتور زهران، مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء الخير أخت نايلة، مساء الخير للمستمعين الكرام. الله يسلمك دكتور زهران. بداية سنقف عند مفهوم الأمن السيبراني لتعريف المستمعين به. طبعا شكرا أخت نايلة. طبعا في البداية أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لنا للحديث وتسليط الضوء على البرنامج التدريبي في مجال الأمن السيبراني الذي تنظمه الجامعة
مثل ما تفضلتي ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع مركز التوجيه الوظيفي بالجامعة. بالنسبة لسؤالك المقصود بالأمن السيبراني، طبعا الأمن السيبراني هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية، تهدف هذه الوسائل لضمان توافر واستمرار عمل نظم المعلومات، تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، أيضا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية هؤلاء المستخدمين. سواء كانوا مستخدمين أجهزة حاسب آلي، هواتف نقالة، خاصة أولئك المرتبطون بشبكة الإنترنت من المخاطر والتهديدات في هذا الفضاء الإلكتروني. نعم. وكيف يسهم التدريب دكتور زهران في صد الهجمات الإلكترونية والتغلب عليها ومقاومتها؟ طبعا بالنسبة للتدريب والبرنامج التدريبي اللي نظم المركز، مركز خدمة المجتمع، هو هدفه الأساسي مساهمة في بناء قدرات وكفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال. البرنامج يستهدف خريجين الجامعة، جامعة السلطان قابوس، في التخصصات ذات العلاقة بتقنية المعلومات، تخصصات نظم المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، دراسات المعلومات وتقنيات التعليم. لذلك تم التنسيق مع مركز التوجيه الوظيفي للإعلان والتسجيل في البرنامج. طبعا بالنسبة للبرنامج مثل ما تفضلت وفرنا في بداية اللقاء وفرنا 50 مقعد مجاني. الجامعة تتكفل بكل تكاليف البرنامج. تم توزيع المسجلين في البرنامج إلى 3 مجموعات. مدة التدريب هي 25 ساعة تدريبية لمدة 5 أيام، أي بواقع 5 ساعات في اليوم. في الأخير يمنح المشارك الذي يجتاز الامتحان شهادة دولية صادرة من مكتب الرخصة الدولية للحاسب الآلي، وهي شهادة دولية. فالهدف منها طبعا مثل ما ذكرت هي المساهمة في بناء كفاءة وطنية. نعم. تساهم في هذا المجال. نعم، وأكيد سوق العمل محتاج إلى مثل هذه الكفاءات المتخصصة بالأمن السيبراني. بكل تأكيد. بكل تأكيد اليوم نحن كمؤسسات أو أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة تعتمد اعتماد كبير على تقنيات المعلومات والاتصالات، خاصة المتصلة بالشبكة العالمية. هذا الاعتماد مضطرد في الاستخدام هذه التقنيات، أيضا ترافقها أيضا مخاطر محتملة، تهديدات. فالسوق العمل اليوم محتاج إلى كفاءات وطنية. نعم. أصبحت ذات كفاءة تستطيع أن توفر هذه الحماية. نعم. أن يكون لها القدرة وأيضا الكفاءة للتعامل مع هذه التحديات. نعم. نعم. أيضا نحن في المركز وفي الجامعة بشكل عام نحن نعمل تماشا مع توجهات الحكومة. الحكومة اليوم وجميع مؤسسات الدولة بادرت وأنشأت دوائر ومكاتب أمن معلومات في جميع المؤسسات، عادة ما تتبع رئيس الوحدة. نعم. فجميع هذه المؤسسات بحاجة إلى متخصصين في مجال الأمن السيبراني. نعم، وكان معنا مؤتمر هذا الأسبوع عن الأمن السيبراني أيضا، يعني شيء بشيء يذكر. صحيح. صحيح. المؤتمر طبعا المؤتمر الجامعة كانت مشاركة في المؤتمر. المؤتمر الإقليمي السادس للأمن السيبراني نظمته هيئة تقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. وتم الإشارة طبعا في المؤتمر بحاجة إلى تدريب وتأهيل كوادر وطنية تساهم في التعامل مع هكذا التحديات. نعم. تخص الأمن السيبراني. نعم. هل يعني التدريب فقط يعني نعتمد على التدريب، يعني الواحد يكون بالتدريب مؤهل، ولا هذا تخصص محتاج إلى دراسة وتعمق؟ طبعا توجد تخصصات أيضا في المجال هذا، لكن ارتئينا أيضا في هذا البرنامج الطلبة الذين درسوا في الجامعة ولم تتحمل الفرصة الالتحاق في بعض المواد أو البرامج الخاصة بالأمن السيبراني، هذه فرصة أيضا لصقل مهارات في هذا المجال. ناهيك عن كثير من الأقسام سواء كان قسم نظم المعلومات أو الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي، بدأت أيضا في تأهيل مناهجها بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل خاصة في مجال الأمن السيبراني. نعم.
إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق وأيضا التوفيق للأخوة المتدربين، يعني تقريبا عددهم 50 متدرب، فلهم إن شاء الله التوفيق والفائدة من هذه الدورة التدريبية. أكيد بإذن الله نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور زهران بن سالم السلطي، مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة السلطان قابوس. شكرا لأخت نايلة، ومساءك سعيد. مساءك سعد، شكرا لك دكتور، تسلم. بارك الله فيك. الله يسلمك. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. قام الدكتور مصطفى والي من قسم علوم الغذاء والتغذية بكلية العلوم الزراعية والبحرية بدراسة حول الآليات المسببة لمرض السرطان بسبب المبيدات، ويعد السرطان السبب الرئيسي الثالث للوفاة المرتبطة بالأمراض المزمنة بين البالغين. للحديث أكثر عن الموضوع معنا الدكتور مصطفى إبراهيم أحمد والي، أستاذ مشارك بكلية العلوم الزراعية والبحرية. دكتور مصطفى مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. مساء الخير لحضرتك ولجميع المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. الله يسلمك دكتور. دكتور نبدأ معك عن الدراسة التي قمت بها، حدثنا عنها وعن مضامينها والنتائج التي توصلت إليها أيضا. وطبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نود التنويه أن بفضل الله تعالى في السلطنة هناك قوانين صارمة خاصة بموضوع استخدام المبيدات، وخاصة طبعا الدراسات الحديثة كلها أثبتت أن جميع المبيدات على مستوى العالم المسموح بها بالتداول في الأسواق العالمية أو في أسواق السلطنة تخضع المعايير الدولية التي لا تسبب أي سرطان. وليس ذلك فقط، ولكن أيضا حتى مستخدمي هذه المبيدات يعني طبعا طبقا لقرارات الوزارة وقرارات البلدية تخضع لمعايير وصفية معينة بحيث تحمي المستخدم سواء المزارع أو العامل ضد أي إصابة بحدوث هذا المرض. يعني في مبيدات آمنة؟ هي ليس هناك ما يسمى آمن أو غير آمن، ولكن الموضوع كله بالجرعة المستخدمة. نعم. وأصل المادة المستخدمة للأسف يعني طبعا في بعض المبيدات الحشرية من شركات مشهورة المصدر أو مصنعة وتم تهريبها، وهذه هي ما تسبب المشكلة. إنما إذا قمنا بتلخيص المشكلة هناك يعني خرق للقوانين الدولية وقوانين السلطنة باستخدام مبيدات حشرية يعني غير أصلية وبجرعات غير مصيبة. فطبعا يعني دي يعني بيسبب أذى على المستخدم ويسبب أذى على المحصول الزراعي الذي يتم استخدام هذه النوعية المبيدات فيه. هذا الشق الأول من الموضوع. الشق الثاني أنه متقبل عالميا أن استخدام حتى المبيدات الموصي بها والمطلوبة وحسب الجرعات العالمية التي لا تسبب أي إصابة بأي نوع من السرطان يبقى منها كميات ضئيلة جدا. هذه الكميات الضئيلة يعني احنا بنقول بتهاجر خلال التربة أو تصل لجذور النباتات. وهذه البقايا يعني بقايا يعني لو نتكلمنا بأسلوب علمي بقايا لها تأثير تراكمي على يعني على صحة الإنسان، بيأثر تأثير سلبي وسبب السرطان، ولكن طبعا بتاخد سنوات عديدة. ويعني ده على مستوى العالم كله يعني بيسموه حتى تأثير تراكمي. ومن هذا المنطلق يعني الأبحاث الحين كلها تتجه لهذا الاتجاه اللي هو بقايا المبيدات الموجودة في الخضروات أو الفواكه، هل هي تسبب سرطان أو نوع معين من السرطان؟ فوجدوا أن هناك ترين. طبعا كل الدراسات كلها بيسموها دراسات تطبيقية في استخدام حيوانات تجارب أو دراسات استقصائية، ليست هناك دراسات على الإنسان كإنسان أثبتت أن هذه البقايا قد تسبب السرطان، ولكن على مستوى الحيوانات التجارب على مستوى الخلايا اللي هي المزروعة، على مستوى دراسات استقصائية استكشافية، يعني هل هناك علاقة بين مثلا على سبيل المثال هل هناك علاقة في زيادة معدل حدوث السرطان مثلا في منطقة الباطنة كمنطقة زراعية أو منطقة مثلا صناعية وهكذا. يعني فهذه المقارنات تشير أن هذه البقايا قد تؤدي على المدى البعيد إلى حدوث أنواع معينة من السرطان، على سبيل المثال منها اللي هو سرطان الرئة وسرطان القولون بالأخص. نعم. والبقايا هذه تكون في التربة؟
البقايا دي موجودة في التربة التي يمتص منها النبات الغذاء، ولها القدرة على اختراق. انت عارف حضرتك يعني النباتات عامة، أشجار أو نباتات أو شجيرات، لها أسلوب في التمثيل الغذائي. فالمصدر الأساسي للماء وللمعادن ولما تحتاجه النباتات للنمو الكامل يأتي من التربة. فهو هذا هو الموضوع. يعني حتى في نوع الحين يعني في اتجاه عالمي لما يسمى بالأورجانيك فود، اللي هي الأطعمة العضوية دي. يعني حتى اشترت يقول لك يعني على الأقل 5 سنوات متصلة هذه الأرض تم رشها بالماء لتخلصها من بقايا المبيدات الحشرية التي تسمى في واقع الأمر نحن بنسميها سموم. يعني المشكلة الآن مع المبيدات مش فقط في المبيدات المرشوشة أيضا، يعني من التربة أيضا ممكن تتأثر بها. وإحنا يعني عشان نكون برضو يعني نعرض الموضوع بصورة أمينة، هي مشكلة في استخدام مركب كيميائي لتجويد وزيادة إنتاجية النبات. وهذه المركبات كلها كيميائية، إحنا بنسميها مبيدات، بعض الدراسات تسميها سموم. ولكن تبقى الحقيقة إن يعني الأسواق يعني العالمية منضبطة في استخدام الكيميائيات الموصي بها. النباتات والخضروات التي تزرع في السلطنة بجانب التي يتم استخدام من الخارج تخضع المعايير الدولية، وليس هناك أي خرق أو أي هناك يعني نوع من الخطر في استخدامها. ولكن يعني مع الاكتشافات العلمية الحديثة ومع الأساليب البحثية الحديثة والأجهزة التي يتم استخدامها الحين في التطبيقات العلمية، فإحنا يعني في مجال العلمي قادرين على تعيين وقياس بقايا موجودة في النباتات أو في الخضروات سواء مزروعة أو مستوردة. وهذه البقايا قد تسبب على المدى البعيد لأنها مواد كيميائية ليس لها تمثيل غذائي داخل ليس لها تمثيل حي وداخل جسم الإنسان، قد تسبب حدوث مرض السرطان. وطبعا من يعني احنا دايما بنوصي في التجارب ان احنا بنعرض الموضوع بصورة امينة بدون تهويل او بدون تقليل. يعني طيب موضوع البقايا، يعني ما في حل غير ان مثلا تترك التربة لمدة 5 سنوات؟ يعني اعتقد الانسان يعني صعب عليه أن 5 سنوات ما يزرع في الأرض مثلا. نعم لا حتى يعني طبعا دي لها مقاييس اخرى، ما يسمى بالمواد العضوية دي يعني شرط عالمي حتى نسمي هذا المحصول عضوي. يعني مثال على ذلك مثلا حضرتك مثلا ممكن في سوبر ماركت تشتري مثلا ثوم مزروع مثلا في الصين مثلا ببيسة معينة، وتشتري نفس المحصول مثلا من هولندا أو فرنسا بقيمة ريالات يعني. فالفرق واضح في الثمن، يعني يتم تعويضه، يعني فرق الثمن يبين مكان مصدر الزراعة ومصدر الأرض المستخدمة في هذه الزراعة. دي نقطة. النقطة الأخرى يعني وليس فقط يعني المبيدات أو المواد العضوية هذه التي لها نشاط موجودة في الجو، يعني حتى يعني ليس هناك مهرب يعني مع التحديث مع الحداثة ومع التحضر في المدن والطرقات وما إلى ذلك. فيعني إحنا كإنسان نحن معرضين يعني بصورة أو بأخرى لهذه البقايا يعني ما أود ذكره أن ليس هناك مفر من التعرض ليك كإنسان لهذه المواد العضوية والغير عضوية التي تستخدم في الزراعة بصفة روتينية طبق المعايير الدولية، لأنها ممكن تكون موجودة في الجو كذلك. فنحن يعني مثلا احنا بنسمونا مجتمع حضري. مثلا في ناس اللي عايشين في الجبل الاخضر يعني بعيدين كل البعد عن هذه الملوثات بحكم البعد الجغرافي وعلو الجبل وما الى ذلك يعني. لكن ايضا ممكن حتى الهواء ينقل هذه الملوثات. هو الرياح طبعا. الهواء نفسه الرياح. هذا ما اقصده يعني انتشار في الجو يعني. يعني حتى في دراسه امريكيه حديثه يعني ان شاء الله نطمع انها تطبق في السلطنه، اللي هو قال لك يعني نقيس معدل حدوث سرطان في الاراضي المجاوره الاراضي الزراعيه. يعني مثلا في مكان زي مثلا ولايه اسمها ايوا فيها منطقه زراعيه كثيفه، وجنبها مثلا جنب الحقل المنطقه خاليه من هذه الزراعه، هل أهل المنطقة يصابوا أو لا يصابوا؟ فهو الموضوع يقطع الدراسات كلها يعني بطيئة، ولكن تتجه لاتجاه عالمي ألا وهو أن الإنسان يكون حريص في استخدام هذه المواد، لا تستخدم بكثرة حتى لو موصي بها دوليا، أن الإنسان يعني يجب أن يقلل من مدى استخدامها لو لم يكن هناك مثلا نوع من انتشار حشرات أو انتشار آفات تسبب نقص المحصول. يعني عند الضرورة فقط حتى لو موصي بها عالميا. طيب دكتور أنا أخيرا أريد منك نصيحة للمستمعين كيف يتعاملوا مع الخضروات
والفواكه المرشوشة بالمبيدات؟ هو طبعا يعني كما ذكرنا ان موضوع الرش بالمبيدات او عدم رشها ده يخضع لمقاييس عالمية، ولكن كنصيحة مثلا نوع من المبدأ وقائي، يجب غسل الخضروات جيدا، خاصة الخضروات الورقية، بالماء الجاري، يعني مش مجرد مثلا مجرد رشة ماء فقط، لكن ماء جاري لمدة مثلا تقل عن دقيقة أو دقيقتين. هذا أولا. بالنسبة للخضروات مثل مثلا الأكثر شيوعا في استخدام المبيدات مثل الخيار مثلا أو بعض أنواع الفواكه مثل مثلا التفاح، يوصى مثلا بالتقشير القشرة الخارجية، فذلك يقلل من معدل دخول المادة إلى داخل جسم النبات نفسه. نعم. عند الاستطاعة يعني. نعم يعني. ولكن كمبدأ يعني ليس هناك أي يعني وجه للقلق، لأن بفضل الله تعالى يعني الحمد لله في سلطنة بصفة خاصة في يعني في تطبيق معايير الجودة وفي تطبيق القانون يعني بصورة صارمة يعني. نعم، لكن أحيانا تصير خروقات من هنا وهناك. نعم يعني. نعم. أيوة. نعم. ما ممكن تتابع كل إنسان، لكن نعم يعني نحاول قدر الإمكان هذا فقط. صحيح. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى. وإن شاء الله نتمنى نلتقيك في لقاءات موسعة حول هذا الموضوع اللي يهم الناس بإذن الله. نتشرف، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، ويعني أمسية سعيدة لحضرتك ولجميع المستمعين. الله يسلمك يا رب، ومسيتك أسعد إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى إبراهيم والي، أستاذ مشارك بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. عقد المجلس الاستشاري لكلية التربية في الجامعة اجتماعه السنوي لهذا العام، وتمت مناقشة نتائج المشاريع البحثية الممولة والمنجزة في كلية التربية من تمويل المكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ومن مجلس البحث العلمي، إلى جانب مناقشة الأثر الذي أحدثته هذه المشاريع البحثية في تطوير القطاع التعليمي في السلطنة. واقترح المجلس إكساب خريجات برنامج طفل ما قبل المدرسة مهارات في ريادة الأعمال تساعدهن على إنشاء مشاريع تعليمية خاصة. اختتمت جماعة الخليل للأدب بعمادة شؤون الطلبة مسابقة شاعر الخليل في موسمها الثامن، وسعت المسابقة إلى صقل المواهب الجامعية في مجال الشعر بكافة أنواعه الفصيح والنبطي مع إبراز هذه المواهب للجماهير. للحديث أكثر عن الموضوع معنا المهلب بن محمد المقبالي رئيس جماعة الخليل. أخي المهلب، مساء الخير وأهلا بك في أنوار. مساء النور وسرور، يا أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك يا رب. يا مرحبا بكم برنامج أنوار. المهلب، نتحدث بداية عن مسابقة شاعر الخليل في نسختها الثامنة، بماذا تتميز هذه المسابقة، وما الفرق أيضا بينها وبين المسابقات الشعرية الأخرى؟ تتميز مسابقة شاعر الخليل في هذه السنة عن السنوات السابقة بأن النصوص كانت أكثر قوة وكان تنافس قوي جدا، وأيضا تم إضافة مركز للإلقاء. السنوات السابقة كان غير موجود مركز للإلقاء بس مجرد يعني مراكز للنصوص، وهذه السنة أضفنا مركز للإلقاء. يعني مجال آخر وهو الإلقاء. أيوة، مجال آخر وهو الإلقاء. نعم. طيب، في جانب الشعر الفصيح والشعر الشعبي. نعم. كيف تستفيدون من المسابقات الشعرية الموجودة على الساحة؟ يعني هناك كثير من المسابقات التلفزيونية المشهورة والمعروفة، فكيف تستفيدوا من هذه التجارب في تطوير مسابقة شاعر الخليل؟ أحيانا نستمد منها أفكار يعني تفيدنا، يعني إذا كانت تفيدنا الفكرة نستمدها منها، وفي أحيانا أفكار يعني إن نستبعد عنها، يعني في أخطاء تصير في المسابقات إحنا نتعلم منها. نعم. أيوه. طيب، إيش المعايير اللي تركزون عليها في اختيار الفائزين؟ طبعا في هناك في اختيار الفائزين أول شيء في عندنا 10 نصوص تتأهل من الشعر الفصيح والشعر الشعبي. طبعا في شروط الأولى اللي وضعتها إدارة الخليل، اللي هي عدد الأبيات وعدم أسبقية مشاركة النص أو نشره في إحدى وسائل الإعلام. وأما بالنسبة للجنة التحكيم وضعت معايير فنية واضحة للنصوص المتأهلة اللي هن 10، اللي منها جدة الفكرة وابتكار الصورة وتماسك بنية النص وعدم ترهله وتكثيف المعنى والبعد عن الحشو، بالإضافة إلى صدق
العاطفة وعمقها واستمرارها حتى الرمق الأخير من القصيدة. نعم. وهذا بالطبع إلى جانب سلامة الوزن وخلو القافية من العيوب. نعم. ومن لجنة التحكيم اللي اخترتوها لتحكيم النصوص؟ اخترنا لجنة التحكيم للشعر الفصيح الشاعر الأستاذ مسعود الحمداني والشاعر الأستاذ عوض الويهي والشاعر الأستاذ هشام الصقري. أما بالنسبة للجنة التحكيم الشعر الفصيح كان الشاعر الأستاذ مسعود الحمداني والأستاذ الشاعر سيف الريسي والأستاذ الشاعر نواف الشياري. نعم. طيب ليش يعني أستاذ مسعود الحمداني في الجانبين؟ يعني ليش ما استبعدته مثلا في أحد في الفصيح مثلا؟ بالنسبة للأستاذ مسعود الحمداني يعني هو له باع طويل في التحكيم سواء كان في الشعر الشعبي أو في الشعر الفصيح، ولهذا السبب تم اختياره. نعم. لأن في مثلا بعض الأساتذة مثلا في جامعة السلطان قابوس في قسم اللغة العربية، ليش ما استعنتم بهم في التحكيم الفصيح مثلا؟ كان في فكرة أن نستعين فيهم بس حصلنا اعتذارات لأن في اتصلنا لناس يعني كثير حصلنا اعتذارات من الناس، وعاد هذا اللي رسينا عليهم في آخر شيء يعني. نعم. طيب أخ المهلب، أيضا يعني هل في مواهب شعرية واعدة في جامعة السلطان قابوس احتضنتها جماعة الخليل هذه الأعوام؟ في مواهب كبيرة طبعا. هذه المسابقة للعلم هي على مستوى السلطنة وليست على مستوى الجامعة فقط. نعم. يعني الشعراء المتقدمين مش فقط من طلاب جامعة السلطان قابوس. أيوة، من جميع مؤسسات التعليم العالي. نعم، ممتاز. أيوة. فبالنسبة للمهارات طبعا جماعة الخليل لا يخفو على أحد أبدا أنها تخرج شعراء على الساحة، حين شعراء اللي موجودين على الساحة طبعا خريجين جماعة الخليل. بالفعل بالفعل. وعندك الشاعر مشعل صارمي، الشاعر منذر الخطيسي، كامل البحري، حمود بن وهبة، شباب يعني كثيرين صحيح الساحة الحين طالعين من الخليل. وهناك أيضا الجيل اللي سبقهم أيضا من التسعينات، يعني هناك أسماء بارزة في الشعر العماني. نعم. في أسماء بارزة صح أكيد. بالفعل. نعم. والآن من الموهبة كذا البارزة في جماعة الخليل؟ طبعا ما في قصور أبدا في أي من الأعضاء، كلهم ما شاء الله عليهم، يعني في عندنا أعضاء مبتدئين وفي عندنا أعضاء يعني ما شاء الله عليهم لهم باع بعد في الشعر. نعم. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق يعني في هذه المسابقة. متى ستعلن نتائج يعني المهلب؟ أعلنت النتائج. أعلنت. حصل على المركز الأول في الشعر الفصيح عمود سعدي، والمركز الثاني سيف العيثري، والمركز الثالث سالم الرحبي. نعم. كلهم من الجامعة ولا حد من خارج الجامعة يعني هذه الأسماء؟ لا، عمود السعدي من خارج الجامعة. وسيف وسالم من الجامعة. سيف وسالم من الجامعة ومن الجماعة. نعم. وعندنا بعد عمر البوسعيدي في الفصيح حصل على جائزة الإلقاء، أفضل إلقاء. بالنسبة لشو اسمه الشاعر الشعبي. الشاعر حسان الحوسني حصل على المركز الأول. والشاعر علي الفوري حصل على المركز الثاني. والشاعر أحمد الجابري حصل على المركز الثالث. نعم. هذه النتائج. هذه النتائج وجائزة الإلقاء حصلها علي الفوري. نعم. إن شاء الله. نعم، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا في جماعة الخليل يعني الطلابية، اللي يعني فعلا هذه الجماعة رفدت الساحة الشعرية في عمان بأسماء مهمة في الشعر وفي النقد أيضا. شكرا جزيلا لك المهلب بن محمد المقبالي رئيس جماعة الخليل، وبالتوفيق لكم دائما. آمين إن شاء الله. الله يوفقك. تسلم تسلم. الله يسلمك. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أنوار، وسنلتقيكم يوم الاثنين مع أخبار جديدة عن جامعة السلطان قابوس. هذه تحيات مروى بنت حمد أنبو سعيدية في الإعداد، نايلة بنت ناصر البلوشية في التقديم، منى بنت سالم المسلمية في الإخراج، وتحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.